في مباراة يحكمها بلال سلطاني رفقة شريف وزعتري بن درزي والحكم بعوش الذي شاهدناه في الصورة. جاب واضح أنه يتحدث مع الحكم بلال سلطاني عن الهدف الذي رفض في آخر الثواني من عمر الشوط الأول. المباراة كانت حماسية لحضور الأنصار برودة الضغط. إلى إنكامبي دفاع حاضر في اللقطة، كرة دائما إلى إنكامبي يحتفظ بها محاولة التوازن.